بجدد حقيقة بحضراتكم، ولسه مستمرين في البيت الكبير وأخبارنا، وهنخد دلوقتي فيه طبعا جولة حول الأخبار العالمية. هنتكلم على خبر يمكن استوقف الكثير مننا، ويمكن تحديات كرة القدم واللعيبة اللي بتعمر في كرة القدم وبتعمل أرقام قياسية. بنتكلم على رونالدو وميسي، لكن كمان النهاردة معنا خبر بالملك كازيوشي. كازيوشي ده لاعب ياباني شهير، نجم منتخب اليابان السابق، واللي النهارده بيجدد عقده مع فريق يوكوهاما اف سي الياباني لمده سنه. الموسم الجديد هيكون الموسم رقم 36 موسم لكازيوشي في الملاعب. هيكون عمره في فبراير اللي جاي 54 سنه. تخيل معانا 54 سنه. انا زعلانه عليك. يعني اكبر مني، لسه بقول لي سام اكبر مني بسنتين، لكن مش المفروض كنت تكمل؟ يعني المفروض لو انا في اليابان. لا بيكمل 54 سنه، تخيلوا هذا العمر ولسه عنده كمان بيجدد عقده لمده سنه. كازو من الاساطير في كره القدم اليابانيه، واحد طبعا فاز مع منتخب اليابان كاس اسيا سنه 92 بخلاف بطولات كتيره جدا محليه وعديد من البطولات، و بدأ مشواره مع كرة القدم. يمكن كمان الغريب انه بدأ في سانتوس البرازيلي، بدايته كانت سنة 86 مع سانتوس البرازيلي، لكن النهارده كازيوشي بيقدم نموذج كبير جدا. الناس هتفتكر الحضري، طبعا الحضري من طبعا اساطير كرة الحراس المرمى على مستوى العالم، ومسيرة اكتر من رائعة، لكن بنتكلم على لاعب يعني بلاير فيلد، لاعب في الملعب بيأدي، ولسه كمان احرز هدف مع فرقته يمكن الاسبوع اللي فات. فبنتكلم على اسطورة فعلا حية، يصل لسن 54 وما زال يمارس كرة القدم.